مفيش رحلة. حود يا سجلان على مصر، حود يلا حود. الرحلة اتلغت. رحلة خلاص، وصلنا شرم الشيخ. سيداتي يعني سادتي اعزائي الركاب، كابتن جلال بيحييكم ويطمئنكم على سلامة الوصول، وبقول لكم ان احنا خلاص هنعمل لاندنج في شرم الشيخ كمان دقيقة او دقيقتين بالكتير. ايه يا نهار اسود على الجمال والحلاوة. يا مصطفى انا واقف. مصطفى يا انت حلوة يا جميلة. انا معاك يا مصطفى. كينيا صحيح شوية. موزمبيق. بص عليا انا بص عليا اهو انا اهو بص عليا. بتشاوري وقت الغرام اتهبلت عليا. بتحبني عم جلال؟ ربنا يخليك وافي مين. لا لا عم جلال اجري عم جلال اجري. يمين عم جلال يمين. صفا شنطتها. طيب ايه دلوقتي؟ ايه ده البلاش فاضي. بص مفيش حد خالص. طبعا السياحة مضروبة، مش حرب الخليج لسه خالصة. طب واحنا ليه هجرين الجمال ده كله؟ ليه ما نتمتعش بيه ونيجي هنا؟ غالي علينا قوي يا حبيبتي، انت عارفة ان اللوكاندات هنا كلها خمس نجوم، شوفي بقى النجمة تبقى بكام في الليلة. بتضحكي على ايه؟ دي مأساة. اضحكي. هما راحوا فين دول؟ باص شاور ريمبر ويلكم تو شرم الشيخ. شكرا. انت من فين دي؟ انت فروم هير يو نو ذس ويل. احنا نتكلم عربي. انتوا يعني هتقضوا ايام جميله؟ هتقعدوا كم يوم هنا؟ احنا هنا 10 يوم بس. 10 يوم انا كمان 10 يوم انت 10 يوم. هنا بقى في اماكن سياحيه جميله جدا. انت هنا لوحدك؟ انت بس كده ما تقلقش، انت سبع البركه. البركه في انت. باي 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 يا جميل. انت يا عمر يا حلو. البنت دي وقعت. البنت ايه وانا قاعد هنا؟ بقول لك ايه يا حمار انت يا حمار يا جميل. بقول لك ايه، لا ما انا عايز اعرف انا معاك ولا لا، لان ممكن تدور عليا ما تلاقينيش يعني. مش تشوف نفسك يا برم. نعم. ايه برم انت منين يا بنت انت؟ شوف انت يا خدامك مصطفى. خدامي مصطفى؟ انت لوحدك؟ نو في جروب. اوكي جروب. اوكي واي نوت. طب نجي لكم فين؟ احنا هنا في الفندق ده. جميل لافلي. اوكي اوكي باي 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 باي. انت يا اللي نك، انت يا اللي عمال تلغي وتعب قلبي. تعالى تعالى خد شنطك من العربيه وافتح اوضتك 33. سامع مايروم؟ انا مايروم 33. مصطفى شنطتك اهي. انا ما بشتغلش عند حد. ولا خالد ولا يا ابو حلوة. بص يا خالد، بص حبيبي، بص وانت خليك معايا. بصوا الجمال اللي هناك ده الاحمر ده بتاعي انا، اما اللي صحته جامده دي فبتاعك انت. بص يا مصطفى، احنا جايين هنا نصطاد سمك، فاهم؟ انا اسف يا مصطفى، انا جاي هنا لرحله صيد سمك.